السلام عليكم. تشهد مدينة وهران عمليات تاع بناء وإنشاء فنادق كثيرة، يعني كثيرة، حوالي 30 فندق يتم إنشاؤها في محيط مدينة وهران، خاصة في الأحياء الجديدة بيرجير والثانية في جنوب وهران. إذن هذا دليل على أنه فيه ديناميكية كبيرة في هذه المدينة، إن شاء الله تعم هذه الديناميكية كل ولاية الوطن. ونخليكم مع هذا الفندق الجديد، والسلام عليكم.